صباح الخير يا ابو يا ابله صباح النور صباح الخير يا ابله صباح الورد حبايبي يلا هنعمل ميوك محدش يفتح بعد ما اعمل ميوك بصوا حبايبي درس النهارده سهل جدا زي ما قلنا امبارح مش هياخد في ايدينا ثواني احنا بس هنتعلم منه حاجه علشان نقدر نكتب الموضوع بتاعنا الدرس بيتكلم عن الام كل واحد عايز يكتب عن مامته بالطريقه اللي تعجبه القصه دي ولد بيحكي لنا عن مامته ان هي كانت عايشه زمان في ايام قبل التطور والتقدم التكنولوجي اللي حصل دلوقتي يعني ما كانش فيه غسالات ما كانش فيه بوتاجازات ما كانش فيه اسانسيرات ما كانش فيه كلام من ده فكانت مامته بتعمل ايه تعالوا نشوف يذكر الناس امهاتهم بصور مختلفه اما انا فاذكرها صبحا ومساء في الصباح تعود من الينبوع بجرتها المملوءه ماء انها تحمل الماء وكانه اثمن ما في الوجود ها هي امي تصعد الدرجات الحجريه وتضع جرتها على الارض وتبدا في اشعال النار في الموقد تشعلها وكانها اثمن ما في الوجود توقدها وهي ترنو إليها في وجل وانبهار وإلى أن تشتد النار كما يجب تهز أمي السرير تهزه وكأنه أثمن ما في الوجود ظهرا تأخذ أمي الجرة الفارغة لتأتي بالماء من الينبوع ثم تشعل النار ثم تهز السرير وفي المساء تجلب أمي الماء في الجرة وتهز السرير وتشعل النار هكذا كانت تفعل كل يوم من أيام الربيع والصيف والخريف والشتاء كانت تفعله في تمهل وتأنن وكأنه أثمن ما في الوجود الولد ده بيحكي عن مامته القصة دي انتم مش مطالبين بيها خالص دي تعتبر مقدمة بتتكلم عن ايه؟ عن ان الولد ده كانت مامته قبل ايام التقدم زي ما قلنا فكانت مامته تروح تجيب المية من بئر الماء او من الينبوع اللي هو مكان موجود فيه المية وبعدين تجيب الماء بتاعهم علشان يستخدموه طول اليوم يطبخوا منه ويشربوا منه ويعملوا منه كل حاجة ما كانش فيه حنفيات ولا كلام من ده خالص وبعدين تعمل اللي وراها وتروح تهز السرير بتاعه علشان تخليه نايم وما ينزعجش من أي أصوات تشعل النار علشان تعمل الأكل وتروح تهز السرير بعد الظهر تخلص المية بتاعتها تنزل تاني تملى مية تاني يعني كل الهدف من الموضوع ده أنه هو عايز يقول لنا أهمية الأم ومدى المعاناة اللي بتعانيها الأم احنا اللي مطالبين بيه هنا في الدرس ده ان احنا هنكتب نص احنا متفقين ان احنا هنكتب 3 أو 4 جمل هنخليهم 4 جمل المرة دي بس هنبدأهم بايه بكلمة في رأيي او اظنه او اعتقده او من وجهة نظري وبعدين هنبدأ نتكلم عن مين احنا موضوعنا عن مين عن الأم يبقى هنكتب هنا في العنوان الأم ريال بعد اذنك اقفلي المايك ليرة أسألك حاجة اتفضلي الصفحة دي فين؟ صفحة 85 حبيبتي في الكتاب احنا موضوعنا عن مين عن الأم هنكتب في العنوان هنا الأم وبعدين الدوائر المتفرعة منها هنكتب صفات الأم كل واحد منا ممكن يكتب 3 صفات غير التاني واحد يكتب العطاء والتضحية والحب واحد يكتب الأمن والأمان وإيه تاني والحنان يعني اكتب أي صفات أنت شايفها في مامتك اللي هتتكلم عنه هتكتبه أنت هتتكلم عن الحب والحنان والعطاء هتكتب الحب والحنان والعطاء هتكتب عن التضحية والأمان والحب هتكتب التضحية والأمان والحب تعالوا نشوف أنا كتبت لكم موضوع أهو بس أنا معلش نسيت أكتب في الأول في رأيي أو أظن أو أعتقد أو من وجهة نظري انتوا هتضيفوها عندكم لان هنا الجهاز ما ينفعش اكتب عليه الام هي الحضن الدافئ الذي يحمينا كما انها مصدر الحنان للابناء نلجأ اليها عندما نريد الشعور بالامان ما اعظم الام وبعدين كتبنا في النص الام لان حديثنا عن مين عنوان الموضوع مين الام انا اتكلمت عن عطفها وحنانها والامان اللي احنا بنشعر بيه معاها انتوا كل واحد يكتب زي ما هو عايز المهم محدش يكتب لي نفس الموضوع اللي انا كاتباه ده يكرره لي تاني اول مره احنا انا وافقت عليه لان احنا كنا لسه اول مره نكتب موضوع تعبير خلاص المره دي انتوا هتكتبوا حبايبي من دماغكم
مش هتنقل من النت ولا تنقل من اي حتة ولا تخلي ماما تساعدك. كل الكلام اللي انت شايفه كون جمل، محدش يكتب لي اه عشان في ولاد المرة اللي فاتت كاتبين لي 1 2 3. موضوع تعبير يا حبايبي، النص بيكون فقرة مترابطة. يعني ايه فقرة مترابطة؟ يعني الكلام جنب بعضه كده، بين كل جملة وجملة في فاصلة، وبعدين نكمل السطر عادي ونبدأ من السطر اللي بعده. محدش يكتب سطور منفصلة عن بعضها او يرقمها، لازم تكون فقرة مترابطة. كل واحد عايز يكتب اي حاجة يكتبها، 4 جمل من دماغك من غير ما حد يساعدك، وتعمل الخريطة الذهنية. اغلط مش مشكلة، عايزاكوا تغلطوا، انا هصحح الواجب واصحح لكم الغلط. نعم يا تسبيح. أبلغ. نعم يا تسبيح. اه حبيبي اكتبي في الدفتر عادي. نعم يا مينا. تيتشر. نعم. اسمه ايه ده؟ انا مامتي قالت لي ان احنا النهارده ان انت هتسالينا على عن كل الدروس اللي احنا اخدناها. اه يا حبيبي دلوقتي. اوكي يلا اقفل المايك بقى. نعم يا يوسف. ابله انا كتبت واحده غير دي خالص. مش مشكله بابا، خليها هي الواجب. كتبتها من دماغك؟ اكيد طبعا من دماغي. تمام، هي دي بعتها لي للواجب ودي اكتبها في الكتاب. نعم يا هنا. انا عايزه اكتب في الحته اللي انت بتوصف يعني بتحكي عن مامتك، انا عايزه اكتب الحب والامان والتضحيه. انا مش زي ما انت عايزه. التضحيه ان هي بتضحي من راحتها من اجلك، مش هي مش ماما بتضحي براحتها من اجلك. لكن مش عارفه يعني اكتبها، مش عارفه الحروف يعني. تضحي تاء ضاد حاء ياء. اوكي شكرا. عفوا حبيبي. يلا نقفل دلوقتي، هنبدا بالمراجعه من اول درس. بعد اذنكم المايكات لو سمحتوا، المايكات هنبدا مراجعه من اول. لو سمحتم يوسف ردينا احمد، كل دول نزلوا ايديكم. اسال الناس اللي ما اتسالتش قبل كده في البدايه، وبعد كده هنبدا ناخد في الاول. انا دلوقتي ما اتسالوش قبل كده. عبد الله عادل، ابو بكر، كارل، جورج حمدي. عايزه الاربعه دول الاول، هم اللي رافعين ايديهم. احمد حسن بعد اذنك نزل ايدك. عبد الله عادل سؤال. حبيبي مش دلوقتي، بعد اذنك نزل ايدك. يلا، عايزه عبد الله وابو بكر وكارل وجورج حمدي، دول ارفعوا ايديكم. يلا حبايبي. وعبد الله تمام كده. طيب فين جورج؟ عندي فين؟ قولي يا عبد الله. عبد الله الأول. سمعني عبد الله؟ أيوه تمام. قولي يا بابا، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الفقراء؟ بسرعة بقى. الرسول عمل ايه لما شاف الفقراء؟ ماذا فعل؟ عايز يساعدهم. برافو، حب ان هو يساعدهم. يعني هو في النهايه قدم لهم المساعده ولا بعد عنهم وما رضيش يساعدهم؟ قدم لهم المساعده. اه تصدق عليهم، جمع الصحابه وتصدق عليهم. طيب كارل. نعم يا ابله. قول لي حبيبي، بين موقف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوته الى مساعده الفقراء. الرسول جمع الصحابه وطلب منهم ان هم يساعدوا الفقراء، عملوا ايه؟ كل حاجه اسمها
قولها لي بأي طريقة أنت عايز تقولها وأنا هفهم. ها فهو قرروا إنهم يصنعوا حاجة الناس يحطوا فيها فلوس بكده الناس دول تاخدوها ويدوها للناس الفقراء. برافو عليك، معناها إن هم تصدقوا على الفقراء، هم جمعوا فلوس وجمعوا ثياب وتصدقوا على الفقراء، برافو عليك. طيب عايزة أبو بكر خلاص سألتك؟ لسه. قول لي حبيبي ماذا تتوقع لو قدم كل إنسان المساعدة للمحتاجين؟ لو كل إنسان قام بتقديم المساعدة للمحتاجين إيه اللي هيحصل؟ قول لي المجتمع هيكون مجتمع إيه ويسوده إيه؟ المحبة. برافو عليك، تسود المحبة، المحبة، ويصبح مجتمعا متماسكا ولا متفككا؟ متماسكا. متماسكا، برافو عليك. جورج. نعم. قول لي يا جورج، خدنا حبيبي ان في بعض الكلمات بها حروف تنطق ولا تكتب، وعرفنا ليها امثلة كتير. المثال الاول اللي درسناه اللي هو اسماء الاشارة، قلنا ان اسماء الاشارة تحتوي حروفا تنطق ولا تكتب، زي ايه اسماء الاشارة دي يا جورج؟ كذا. برافو. كذي. احسن. هاتان. لا هاتان، لا هاتان الوحيدة اللي فيها الف مكتوبة. هؤلاء. برافو. وذلك، شاطر يا جورج. كده أسماء الأربع وحيد. برافو عليكم. عايزة بقى أربع بنات ما تسألوش قبل كده يرفعوا لي إيديهم كده. أسيل اتخذت، أريا اتخذت، أيتن اتخذت. عايزة بنات ما تاخدوش. تسبيح. هنا، هنا اسمك ما اتخذش؟ لا. طيب هنا وتسبيح. جاسيكا كرم اسمك ما اتخذش يا جاسيكا؟ جاسيكا عصام اتخذت. انت لا، ماشي. يلا عايزه بنت كمان. لارا. يلا بناتي الحلوين. تسبيح. سوسو سامعاني يا تسبيح؟ قولي لي حبيبتي كان في كمان حرف في بعض الأسماء الموصولة ينطق ولا يكتب، إحنا بننطقه لكن مش بنكتبه، تعرفي تقولي لي يا بيحة إيه هي الأسماء الموصولة دي؟ يا توتي إيه هي الأسماء الموصولة أصلا يا تسبيح؟ زي إيه؟ برافو عليكي شطورة، برافو عليك. طيب قولي لي يا توتا لما بنقول الذي التي نطقنا كم لام؟ نقول اثنين، برافو عليك. طيب احنا بنكتبهم كم لام؟ واحدة. يبقى ايه الحرف هنا اللي نطق ولم يكتب؟ برافو عليك يا توتي شطورة. عايزة هنا. نعم. قولي لي يا نونا خدنا كمان حبيبة قلبي إن في بعض الكلمات المشهورة بها حروف تنطق ولا تكتب، زي إيه يا نونا؟ تنطق ولا تكتب. في بعض الكلمات المشهورة، في كلمات كده ولا هي أسماء إشارة ولا هي أسماء موصولة بس فيها حروف تنطق ولا تكتب، زي إيه؟ التنوين. هو التنوين، برافو عليكي، حالة من الحالات. ماشي هعتبرها لك صح بس هو مش من الكلمات المشهورة، التنوين دي حالة من الحالات. طيب قولي لي يا هنا سؤال قوي. طيب بص يا نونا قولي لي كلمة طبيب خليها لي منونة بالفتح والضم والكسر. اوكي ويت ينفع تقولي الكلمة تانية عشان انا عايزة كده يعني افتكر كده واعرفها. طبيب. طبيبان. احنا عايزينها تنوين مش مثنى، اسمها طبيبا. طبيبا. خليها بالضم بقى. طبيبين. يا هنا، هنا انا مش بقول خليها مثنى. ما بصي حبيبتي ما اسمهاش طبيبين، انت كده خليتيها مثنى، بالكسر نقولها طبيبن. اسمها ايه؟ طبيبن. طبيبن وبالفتح طبيبن، خليها بالضم بقى. طبيب. طبيب، برافو عليك يا نونا. عايزة جاسيكا كرم.
نعم يا تيتشر. يلا جوجو، تعرفي ايه هي الكلمات المشهورة اللي بها حروف تنطق ولا تكتب؟ هقول لك واحدة منهم، طيب تفكرك بالباقي، زي لكن. خدنا لكن، وايه تاني؟ انت عايزة كلمات؟ اه يا حبيبي. السماوات. برافو. ايه كمان؟ الصادق. بصي يا جازك، احنا خدنا كلمات زي ايه؟ الارض. لا جاسيكا، بصي حبيبي، احنا خدنا ان في كلمات مشهورة، كلمات ولا هي اسماء موصولة ولا هي اسماء اشارة، بس فيها حروف تنطق ولا تكتب. انت قلتي منها السماوات، وانا كنا في مجموعة من الكلمات انا اديتها لكم على بعضها كده، انا ايه هما؟ وديني واحدة كمان غير السماوات وانا احسبها لك صح. خلاص الرحمن من اسماء الله الحسنى، فين هنا يا جاسيكا؟ الرحمن. برافو عليكي، شطورة والله، شاطرة يا جوجو. عايزة لارا؟ نتيجة. قولي لي يا لارا، احنا قلنا حبيبة قلبي قطرات الماء لما بتتجمع في السماء بتتكون ايه؟ بتكون على صورة ايه؟ بصي يا لورا، قطرات ماء كتير في السماء متجمعة، احنا بنشوفها على صورة ايه؟ بنشوفها شكلها ايه في السماء؟ المطر ده قبل ما بينزل لنا يا لورا بيكون شكله ايه في السماء؟ ها يلا بطقم جميل مثلك كده، ما هو مطر بس هو متجمع في السماء، احنا لما بنلاقي السماء مليانه ايه نقول يا ده الدنيا هتمطر النهارده. فكري يا لورا، هو ايه اللي موجود في السماء يا لورا؟ السحاب. السحاب، برافو عليكي. السحاب بينزل فين؟ لما بيتحول لمطر بينزل المطر على ايه؟ المطر بينزل من فوق على ايه يا لورا؟ لورا ركزي معايا، المطر نزل من السماء بينزل على ايه؟ لورا ايه؟ اسمها نعم حبيبة قلبي، دلوقتي المطر نزل من السماء خلاص ماشي، بينزل فين؟ الدنيا لما تمطر المية بتنزل فين يا لورا؟ حبيبتي ردي عليا، الدنيا مطرت المية بتنزل فين؟ بتقف في النص بين السماء والأرض؟ لورا كده مش هحط صورتك، خلي بالك، ردي عليا. نعم يا تيتشر. قولي حبيبي، دلوقتي السماء نزلت مطر صح؟ المطر ده بينزل فين؟ في مكان بين السماء والأرض بينزل عليه المطر؟ لا يا لورا. طب قولي لي يا لورا، يعني ايه انسيابية؟ لورا انت مش مذكر. مرونة. مرونة. طيب نادية. نادية مبلل. مبللة، برافو عليكي، شطورة، ماشي يا لورا كده. جاسيكا خلاص، ولورا وهنا وتسبيح، والولاد جورج وكارلو وابو بكر وعبد الله. هتبعتوا الصور لمامة ادم حازم، هقول الأسماء مرة كمان عشان نكمل مراجعة. عبد الله عادل، أبو بكر، كارل، جورج حمدي، دول الأربع ولاد.
الأربع بنات تسبيح، هنا، جيسيكا، كرم، لارا. دول عايزة صورة يكون فيها وشكم يروح لمامت، تتبعت لمامت آدم حازم. كل اللي سألتهم نزلوا إيديكم لو سمحتوا. كل اللي سألتهم نزلوا إيديكم. كده خلاص إحنا سألنا أسئلة الشجرة، هنراجع بقى. يلا يا آدم. نعم يا أبلة. قول لي آدم، إحنا قلنا خلاص لارا قالت لنا إن الأمطار بتكون في السماء على صورة سحاب، المطر بينزل فين يا آدم؟ على الأرض. على الأرض، علشان يطلع تاني للسماء بعد سقوط الشمس عليه ودرجة الحرارة المرتفعة بيتحول لإيه علشان يطلع للسماء تاني؟ بخار. بخار، برافو عليك. عايزة مين نشوفهم؟ أحمد حامد. الله، يعني دي المسابقة اللي بين الأولاد والبنات؟ كده خلاص احنا بنسأل. اه قول لي يا أحمد. نعم. أخدنا قبل كده إن الأقسام الكلام ثلاثة، أي كلمة بنتكلمها لازم تكون حاجة من ثلاثة، إيه أو إيه أو إيه؟ إيه أو إيه أو إيه؟ أه، إيه هي أقسام الكلام؟ اسم وفعل وحرف. برافو عليك، اسم وفعل وحرف. طيب عايزة أسيل محمد. سألت ليه وقفنا الدرس ده؟ تمام، أسيل. التيتشر. قولي لي أسيل، أحمد قال لنا إن أقسام الكلام اسم وفعل وحرف، وإحنا أخدنا إن الاسم له علامات، إيه هي علامات الاسم؟ قلنا أي كلمة فيها إيه؟ ألف واللام والتنوين. برافو عليكي، والتاء المربوطة تبقى اسم، شطورة، برافو عليكي يا سيلة. عايزين بنت كمان، أيتن. أيتن. إريني. نعم يا تيتشر. قولي لي يا إريني، مين اللي ينفع نضيف له ألف ولام؟ الفعل ولا الاسم؟ الاسم. الاسم، برافو عليكي. طيب إحنا أخذنا إن الحرف ده كلمة ليس لها معنى إلا إذا جاءت في جملة، وقلنا إيه هي الحروف؟ زي إيه كده فاكراهم؟ ها؟ ها، قلنا اتنين اخوات واتنين اخوات وبعدين واحدة لوحدها، برافو عليكي. ها، الفي دي الواحدة اللي لوحدها، كان في اتنين اخوات واتنين اخوات وبعدين ثلاث حروف مع بعض بيكونوا كلمة، بنبدأهم بمن و ها. من وفي. برافو على. برافو، في حاجة كمان بالعين. وعلى. وعن. برافو، وإلى. وإلى. والكاف واللام والباء، برافو. طيب عايزين ولد. ولد ولد ولد. ياسين. نعم يا تيتشر. نعم يا تيتشر. قول لي يا ياسين، ماذا علمت الكبارة صغيرها؟ الطيران. الطيران، برافو عليك. عايزة بنت. مايفن. نعم يا أبلة. قولي لي يا مايفن، ما النصيحة التي قدمتها الكبرى لصغيرها قبل البدء بالطيران؟ هي قدمت له نصيحة قبل ما يبدأ يطير، قالت له لابد أن إيه؟ يستريح لأن جناحه هش. برافو عليكي، إيه الإجابة الحلوة دي، شطورة يا مايفن. عايزين ولد. يوسف فؤاد. نعم. قول لي يا يوسف، لماذا وقع الصغير وانكسرت ركبتاه؟ عشان هو خالف نصيحة أمه. برافو عليك، جميل يا يوسف، ممتاز، شاطر. عايزة بنت. عفوا حبيبي. أسيل صلاح. يا أبلة. قولي لي يا سيلة، ما هو واجب الآباء وما هو واجب الأبناء؟
واجب الآباء أنهم يجب أن يحافظوا علينا واجب يقدموا لنا إيه؟ ها؟ يعني الأب لما يقول لك خلي بالك لازم تهتمي بدروسك، خلي بالك لازم تسيبي ناس كويسين، خلي بالك لازم تراجعي كويس قبل ما تسلمي ورقة الامتحان، خلي بالك لازم تعاملي أصحابك معاملة حسنة، لازم تتصدقي على الفقراء، كل دي اسمها إيه اللي باباكي بيقولها لك دي؟ هيا أسيل نصائح صح؟ هي راحت أسيل نمت ولا إيه؟ أسيل ردي علي يا حبيبتي، عرفتي؟ يبقى واجب الآباء تقديم النصائح لأبنائهم. طيب واجب الأبناء إيه بقى؟ تقدير واحترام الآباء. تقدير والاحترام أو طاعة الآباء. شطور يا سيدي. عايزة ولد؟ مريم عماد اسمك جاي لي في القايمة مرتين. مينا؟ تيتشر. لا في مينا شداد. بيرد. طيب محمد فتح الله. يعني أبلغ. قولي يا حمودي. لما نقول وطارف الفضاء حتى ارتفع فخانه جناحه فوقع. البيت ده فيه تعبير خيالي. ايه هو التعبير الخيالي الموجود في البيت ده؟ خانه جناحه. برافو عليك، خانه جناحه. في كلمة أعطت التعبير، ها خلت التعبير خيالي. ايه الكلمة اللي جعلت التعبير ده تعبيرا خياليا؟ وقع. لا حبيبي احنا قلنا فخانه جناحه، جملة فخانه جناحه دي في كلمة هي التي جعلت التعبير خياليا، ايه هي الكلمة؟ فخانه. خانه، برافو عليك. عايزين بنت. فاكرين درس ورقة الحياة؟ مريم محسن. نعم يا تيتشر. فاكرين درس ورقة الحياة؟ الورقة اللي كانت ماسكة في ايد مامتها الشجرة وبعدين سقطت وكانت خايفة لحسن عشان هي كانت نازلة في مكان ما تعرفوش، والبنت أخدتها ووضعتها داخل الكتاب بتاع مذكراتها وبعدين خدتها حطيتها في الكتاب تاني وكانت مستمتعة جدا. طيب عايزاكي تطرحي لي سؤال، عايزاكي تطرحي لي سؤال يا مريم. أنا أقفلي المايك بتاعك. بمتى؟ مريم سهلة خالص. متى سقطت ورقة الشجر من الشجرة؟ متى سقطت ورقة الشجر؟ برافو عليكي. عايزة ولد. محمد محمود. محمد محمود. أبلة. يلا حمود قولي حبيبي، عايزين نطرح سؤال بأين على درس ورقة الحياة. ها حبيبي نطرح سؤال بأين، سهل جدا جدا، أي سؤال بأين على الدرس كله. ها حمودي عارف ولا مش عارف؟ مش عارف. طيب خسرت طريقك يا محمد، خسرت الولاد. البنات لو جاوبتها النقطة دي تتحسب للبنات. بس أحمد عبد الله اللي اتكلم ده. جنى، يلا يا جنى. نعم يا أبلة. جنى شريف، يلا يا جنى اطرحي سؤال حبيبتي. أين؟ أين وضعت الفتاة الورقة؟ برافو، بنت هي اللي جاوبتها، كده النقطة دي اتحسبت للبنات. السؤال بقى دلوقتي للبنات، تالا.
نعم يا أبلة. قولي لي يا توتة، عايزين سؤال لماذا؟ اطرحي سؤال بالماذا على الدرس ده. أي سؤال يجي في بالك عن الدرس ده بلماذا؟ لماذا حزنت الورقة؟ برافو، لماذا شعرت الورقة بالحزن؟ برافو عليكي شطورة. كده البنات هم اللي فايزين النهاردة يا فورزي. فضل لنا 4 دقايق هنراجعهم مع بعض من غير مسابقة. عايزة مين حتى ما جاوبش النهاردة؟ أنا أبدا ما جاوبتش النهاردة. طيب معلش ثانية واحدة، خلونا دلوقتي من الإجابات. في حد مش فاهم حاجة في الوحدة الأولى؟ اللي مش فاهم حاجة في الوحدة الأولى يرفع إيده، بس اللي مش فاهم حاجة هو اللي يرفع إيده. أنا قلت لكم راجعوها، لو أي حد مش فاهم أي حاجة يقول وإحنا نعيدها تاني دلوقتي. جيسي أنا مش فاهمة بتاعت ورقة الكبارة. جيسيكا؟ ماشي جيسيكا الكبارة. تسبيح نعم يا تسبيح. حبيبتي نعم. لا هو أداة التشبيه هنا الكاف ك. ماشي يا توتي؟ مين البنت اللي كانت بتقول الكبارة؟ جسلة حبيبتي، درس الكبارة ده احنا بنتكلم عن طائر اسمه طائر الكبارة، كانت عايزة تعلم صغيرها طيران فأخدته وقفت بيه على غصن شجرة وقالت له ان هو لابد ان يستريح لان هو الجناح بتاعه لسه مازال هش ضعيف، الجناح بتاعه ضعيف ما يقدرش يتحمل ثقل الهواء، الهواء بيبقى قوي فهو علشان يطير هيطير هيعمل بأجنحته ضد اتجاه الهواء فلازم جناحه يكون قوي علشان يقدر يطير لمسافات طويلة. فقالت له حاول ان انت تطلع تتنقل من مكان لمكان وتفضل شوية تستريح. هي كانت بتعمل كده علشان تعلمه، كانت بتتنقل بين الأغصان وتسيب فترة زمنية ليه علشان يقدر يستريح. هو ما سمعش كلام مامته، خلاها واقفة وبعدين طار مرة واحدة ارتفع لفوق، جناحه ما قدرش يقاوم الهواء فسقط على الأرض وانكسرت ركبتاه. ليه بناخد الدرس ده كله أو الحكاية دي كلها؟ علشان نقول إن الأبناء لازم يسمعوا النصائح الآباء، تمام؟ بس هو ده الدرس بتاع الكبارة. أوكي تيتشر شكرا. عفوا حبيبي. رميساء. نعم يا روما. أبلة. نعم. أنا محضرتش معاكم من أول ما حضرته النهاردة؟ لا مش النهاردة. رميساء أنت عايزانا نعيد كله من البداية؟ الوحدة لا مش كله. أمال إيه؟ مش كله يعني من تقريبا درس الكبار كده ما شفتوش. طب بصي يا حبيبتي، ذاكري خدي من زمايلك اللي احنا كتبناه في الصف ماشي، وذاكريهم. الحاجة اللي هتقف معاك يوم الحد قولي لي عليها وانا اشرحها لك، كده يبقى الموضوع سهل عليا وعليكي. ماشي ماشي. هقول الاسماء تاني علشان ما تتلخبطوش وتقولوا ايه هي. عبد الله، عادل، ابو بكر، كارل، جورج حمدي، تسبيح، هنا، جيسيكا، كرم، لارا. الاسماء دي هتتبعت لمامة ادم حازم. خلاص رجعوا تاني الوحدة الاولى، اللي مش فاهم اي حاجة فيها هنبدأ ان شاء الله الوحدة الثانية يوم الحد، هنطبع من صفحة 94 لحد صفحة 150 تمام، من 94 لحد 150، وان شاء الله هنبدأ فيه من يوم الاحد. اللي عنده الكتاب خلاص مفيش مشكلة، اللي ما عندوش الكتاب هيطبع الورق علشان نبدأ في الوحدة الثانية. طول كل يوم واحنا بنبدأ في الوحدة الثانية هنرجع نراجع الوحدة الأولى بس من الآخر للأول، مش هنبدأ من أول درس، هنبدأ من آخر درس ونرجع. يلا حبايبي الحصة كده خلصت، أشوفكم بكرة إن شاء الله يوم الحد بإذن الله وأجازة سعيدة. أنا بشوفك يا أبلة يوم الحد. يلا حبايبي باي. باي باي يا أبلة. باي باي يا أبلة. باي باي. هتوحشني.